بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذا جامع الرايم والعوامل يحتاج إلى دعم المحسنين، وهو 40 في 30 بالملاحق، ملاحق دور نسائية ومكتب دعوة، حلقات تحفيظ. وهذا الجامع يخدم نطاق 15 كيلو، وهو الجامع الوحيد، والناس يصلون الآن في مسجد مؤقت، ولعلكم ترون صورته إن شاء الله نرسل لكم لتلك الجهة. ويحتاج إلى دعم الداعمين، يحتاج إلى أموال تكلفة ما يقارب 4 مليون. وإذا لم يكن هناك محسنين ينطلقون إلى مثل هذه المناطق الوعرة، الأعداد السكان فيها كثيف، ولعلكم تنظرون بإذن الله عز وجل إلى صور المصلين في ذلك المسجد وكثرته. وهذا الجامع هو الجامع الوحيد في هذه المنطقة على مسافة 15 كيلو إلى 20 كيلو. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله